استضافت مملكة البحرين خلال العام الجاري 14 حفل زفاف لعائلات تنحدر أو تقيم في دول أخرى اختارت أن تكون البحرين وجهتها لإقامة احتفالاتها في ربوع المملكة. نعم بسام، التسهيلات المتنوعة والمواقع المتميزة جعلت من البحرين الوجهة الأبرز لمثل هذه الاحتفالات العائلية، وذلك لما تتمتع به من أماكن جذب سياحي كالمرافق السياحية ذات التصانيف العالية العالمية، وكذلك الجزر والمواقع التراثية والشواطئ. نرى قصص حب بوليود على شاشات التلفاز أو في شاشات السينما، ولكن موسم الأعراس في مملكة البحرين جمعها على أرض الواقع. بين الألعاب النارية والضحكات كتبت الذكريات الجميلة التي سيكون بحر وسماء وأرض البحرين جزءا كبيرا منها. عوائل من الجمهورية الهندية سافرت لمدة تزيد عن 4 ساعات حاملة بهجتها لتنثرها في أرض الخلود وتكتب قصة سعيدة تنقلها الأجيال وتتذكر جمالها بكل تفاصيله. الزواج طبعا من ضمن برامج مملكة البحرين تستضيف به الأعراس والأفراح. العائلة هذه من مدينة حيدرآباد الهندية، حوالي 600 يعني معزوم أو ضيف في هذا الفرح، ولكن في جنسيات عديدة من أوروبا ومن أمريكا ومن آسيا. الجيد أنهم جاءوا في طائرة غلفير تشارتر فلايت. أوقات خاصة ولحظات ممتعة عاشتها تلك العوائل الهندية التي اختارت مملكة البحرين لتقيم الأفراح والليالي الملاح على أرضها. فطقوس الزفاف الهندية بتفاصيلها الدقيقة والجميلة احتضنتها مختلف المرافق في البحرين، والتي حرصت هيئة السياحة على تجهيزها بالكامل حتى تكون مهيئة لاستقبال الضيوف. كل فخر أن نقول استطاعت مملكة البحرين ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن تستقطب من عام 2017 إلى الآن حوالي 69 حفل فرح وزواج من الشرق إلى الغرب. هذا السنة يعتبر عدد قياسي بالنسبة لنا، اللي هو من الربع الرابع السنة الماضية إلى نهاية هذا العام حوالي 29 حفل. هذا العام اللي حضروا حوالي 10,000 مدعو. جهود متواصلة وعمل دؤوب قامت به الهيئة تمكنت خلال فترة زمنية قياسية من تحويل فكرة الترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية رائدة لحفلات الزفاف والأعراس والمناسبات الاجتماعية إلى علامة تجارية بارزة تشكل المقصد الأبرز للمناسبات على الخريطة الإقليمية، وذلك عن طريق استهداف الأسواق الخليجية والعالمية. أعراس وأفراح عالمية اختارت مملكة البحرين لتكون وجهتها الأولى للاحتفال بأفراحها ولياليها السعيدة لتلك العوائل التي جاءت إلى هذه الجزيرة المتميزة لتصنع لأفرادها ذكرى مميزة وفريدة من نوعها، لإيمانهم المطلق بأن البحرين أصبحت علامة تجارية بارزة والمقصد الأبرز للمناسبات الخاصة على الخريطة العالمية. حلة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.